السلام عليكم ورحمة الله. غادي نبداو على بركة الله. كما قلت لكم هنايا عندي جبنة ماسكربون، ها هي معروفة بتيراميسو المشهورة. عندي هنايا كريمة الخفق، عندي 200 مليلتر، وهنايا فيها 250. عصرت هنا 5 ليمونات، وكاين هنايا البسكوي ديالي الخالي من الجلوتين. اي بسكوي نتوما عندكم ديروه، انا غندير هذا. وتيراميسو كدار بثلاثه الاشكال ديال البسكوي العادي، كدار اما بهذا سبيكيلوس او كدار بهذا لي بسكوي هاد العاديين. ممكن اذا اللي عندكم ديروه، رانا دايره انا بزاف الاشكال في القناه. كاين هذا والاخر ما يمكن ما عنديش دابا، ولكن انا بغيت نديرو هذوك لانغ فينغرز، هذوك الطوال اللي فيهم السكر، راه معروفين. ما عرفتش كتقولوا لي بودوار يمكن بالفرنسي، حنا كنقولوا لهم لانغ فينغرز، الاصابع الطويله. المهم هاد ثلاثه اشكال كتقدري ديريها بهم. دابا غادي نبداو على بركه الله. وجدت هنايا هاد المول، بغيت ندير مبالا بحال الكيك بحال التارت، غادي نحطها في الطبسيل. ودرت هاد الالومنيوم باش تجيني سهله نبغي نقلبها. شي مره عندي بزاف، يمكن الا الفيديو ماشي طويل غنشارك معكم صور مختلفه للتيراميسو، راه هي الديسير المفضل عند العائله ديالي. اذا كنديروه بزاف، اذا كندير بزاف اشكال، اما فرديين يا اما في الطاوه هكا يا اما. المهم دابا غتشوفوا معايا هذا الشكل. غنبداو على بركه الله. اذا غادي نحط ماسكربون، غنديرو في العشانه. بغيت نخلي منه واحد شويه، المهم 200، حيت انا ما عنديش القالب كبير دابا، ما بغيتش ندير هذاك القالب الكبير. قلت تقريبا درت 200. وغادي نفرغ هاد الكريمه. نتوما اي خلاط كهربائي ديروه، ممكن العشانه ممكن هاد الخلاط. صافي، وغادي نديرها تطرب تطلع مزيان. غنزيد عليها واحد جوج معالق ديال السكر وغادي نطربها. هاد الثانيه ونشعل عليها هالكريمه. بعد ما طربات ها هي مزيانه، بغيتو تزيدو عليها شي مونكي زيدو، ولكن من الاحسن بغيت تخلي الليمون حيت طري. صافي، هو اللي منكي. دابا غادي نبدا على بركه الله. كما كتعرفوا غادي نبدا بدون جلوتين هي الاولى، ونسالي وعاد ندير ديالي انا فيكم. اي بسكويت نتوما عندكم ديروه، انا اختاريت هادو كيشبهوا تقريبا لانغ فينغرز. غادي نغطسها في الليمون على هذا الشكل، وغادي نديرها هنايا في القاع. وغادي ناخذ شويه الكريمه، غادي ندير واحد الطبقه ديال الكريمه. هكا حيت مدوره والقاع. صافي سرحتها، غادي ناخذ بسكوي اخرى. انا غنكتفي بجوج، الله يجعل البركه. هذا الشيء مع ديسير اخر مع حلويات هكا. وغندير كريمه فوقها، واخا ناكلو ولكن نقيسو. صافي جوج حلويات، الله يجعل البركه. وغادي نحاول هكا نبلقها بالكريمه. كتشوفوا سمحوا لي نبلق الكاميرا، غنهبطها بحال هكا. صافي، وغادي نخليها على جنب، وغادي نبدا في الكريمه في البسكوي اللي في الجلوتين. صافي، الطريقه العاديه راني مشاركاها معكم شحال من مره، ولكن بالقهوه هذه مختلفه. راه عندي بزاف ديسير مشاركاه معكم في القناه. وهذه كيجي مقاد، هاد لي بسكوي هو كيجي زوين مع الليمون. فضلت ندير هذا على هاد سبيكولاس ولا سبيكيلوس، حيت هو كيجي مع القهوه اكثر. صافي درت
طبقه ديال البسكوي، غادي ندير عليها طبقه ديال الكريمه، وغنبقى غاده على هذا الشكل. ها هي سرحت الكريمه هكا. اذا شفتوا سميتو، انا ما كنديرش كنستعملش بزاف هاد بابي الومنيوم حيت ماشي صحي، ولكن دابا ما غندخلوش الفران لا والو، غيكون غير في الثلاجه. انا شحال من عام حيدتو، كنديرو غير الضروره شي حاجه، اما ماشي ديريكت الماكله ولا كنخشي في الفران كنغطي به اللحم ولا الدجاج، لا. حيدت هاد القضيه واحد السنين هادي. صافي هكا تاني، وغادي نبقى غادا حتى نكمل باش ما يجيش الفيديو طويل. المهم طبقه كتغطسيها وكديري طبقه ديال الكريمه وكنبقى غادا. دابا غادي ناخذ واحد شويه العصير، حيت غندير غير القياس ديالي، حيت هاد الليمون اللي شاط فيه البسكوي ما نقدرش نديرو انا، فيه الجلوتين. اذا غندير شويه يسخن، واحد معلقه ديال السكر صغيره، ورا الليمون حلو على حسب الذوق. الليمون راه حلو، غير زدت شويه وصافي حيت الديسير، اما النورمال الليمون طبيعي ما كنزيدش فيه السكر. وغادي ندير واحد معلقه صغيره، ولا ماشي معلقه ما كاملاش، شوفوا ما عامرش بزاف، ديال مايزينا. وغادي نحرك، نهزو على البوطه حتى ما يبقاش ليا هاد الكويرات ديال مايزينا. كما كتعرفوا مايزينا خاصها دار في حاجه بارده، بغينا ندورو بها الحريره ولا اي حاجه. صافي ونخليه يغلى. انا كثرت الليمون هنا، داكشي علاش ما قدرتش نستعمل هذا، ولكن غنستعملوا اللي هم هما بالجلوتين. ها هو اختال كما كتشوفوا، شوفوا اختال، وغنخويه على هاد الديسير ديالي، ونفس الطريقه غادي نديرها اليوم هما بالجلوتين. اذا بلا من عاد الطريقه، المهم نفس الطريقه غنديرها اليوم. صافي بعد ما صيبتو تنيت عليه تبرد شي شويه، ها هو ختام، حيت هنايا درتو سخون زربت، ولكن طلعوا هاد البويقات، ولكن ماشي مشكل. دابا غادي نخويه على الديسير هكا بسم الله، وغادي نخشيها في الثلاجه من الاحسن نهار ولا ليله كامله، من الاحسن او على الاقل 4 سوايع 5 سوايع الا كنتو زربانين. اما قد ما بقات في الثلاجه كتشد راسها مزيان. نحاول باش نجيبها الوسط. صافي غادي نغطيها، نرد عليها هذا نيت ونديرها في الثلاجه، وديالي ها هو غادي نغطيه هو بالبلاستيك وندخل الثلاجه، ونرجع معكم تشوفوا الشكل النهائي. وها هو الشكل النهائي ديال التيراميسو. الذوق الزواق كتوقع كما بغيتو، المهم هذا هو بالزواق تاع انا حيت المذاق ديال الليمون. ان شاء الله تجربوها. دابا نفتحها معكم وتشوفوها من الداخل كيفاش دايره.
انا غادي نفتحها معكم تشوفوا تبارك الله كيفاش جات من الداخل. دابا حنا راه كليناها وسالينا، جات زوينه منعشه، كتشبه تقريبا واحد درتو معكم واحد ديسير شحال هادي حتى هو تقريبا بحال هكا. المهم جربوها ان شاء الله وتبرعوا راسكم وعائلتكم، جات منعشه ورائعه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى تجربوها ان شاء الله. الا كنتوا اول مره كتشوفوا الفيديو ديالي ما تنساوش تعليق. والسلام عليكم.